بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنتكلم على المحاضرة الأخيرة في الـ Method of Control Emission، وهنستكمل باقي العوامل المؤثرة على الـ Desalinization Process. وهنلاقي عندنا إحنا هنا نتكلم على تأثير Temperatures، الـ Effect of Temperature on SO3 Removal، وهنختم الـ Gaseous Fuel لو إحنا استخدمناه كطريقة من طرق التحكم، ومزايا استخدام الوقود الغازي. يبقى احنا هنا بنقول ان ال SO3 conversion efficiencies are plotted as a functions of flue gas temperatures. زي ما احنا شايفين ادى ال stick temperatures وادى ال SO removal وادى النسب اللي كنا اتكلمنا عليها. لو انا مستخدم في البداية 10 ppm او 30 ppm او 50 ppm، بلاقي انه مع temperature بتاعت ال stick لما بتزيد ال SO3 بتقل، ال SO3 بتقل. لو احنا عملنا injecting water into flow gases to reduce temperature, the condensation of SO3 vapor on fly ashes was increased. هلاقي نسبة ال SO3 بتتكثف في الرماد اللي طالع عندنا. لو احنا شفنا combining improvement of electrostatic precipitators اللي هي ECP performance and lower flow gas temperature, the overall SO3 collection efficiency was increased. احنا لاحظنا لما حطينا الـ ESCP انه زادت الكفاءة بتاعت الـ removal efficiency. الـ SO3 collection efficiency is highest اكتر من 92% at the lowest flow gas temperature. هنتكلم على اخر طريقة عندنا او اخر طريقة من طرق التحكم الحديثة، اللي هو عندنا الـ gaseous fuel as a tool for emission control، اللي هو استخدام الوقود الغازي. احنا عندنا الوقود التقليدي وعندنا الوقود الغازي. لو احنا جينا شفنا الوقود الغازي اللي هو الـ compressed natural gases اللي هو الـ CNG and liquefied petroleum gases اللي هو الـ LPG are used for reducing CO and UHC emission. يبقى انا بستخدم الوقود الغازي المضغوط او الوقود المسال لتقليل نسب اول اكسيد الكربون ونسب الـ UHC. لما بنيمل 10% of particulate matter PM, CO and UHC is less than that produced by diesel engine. يبقى بلاقي لو انا استخدمت الديزل انجن واستخدمت الوقود الغازي اللي احنا اتكلمنا عليه، بلاقي نسبة البرتوكليت مطر بتقل بنسبة 10% في حال استخدام الوقود الغازي. بلاحظ كمان انه ريدكشن في النوكس اميشنز في حدود 43%، هو ان سي ان جي اللي هي الكمبريسد ناتشورال جازز از بيرند انستيد اوف ديزل فول. لو انا حرقت وقود غاز طبيعي مضغوط بدلا من الديزل فول الوقود العادي، بلاقي الريدكشن في اكاسيد النيتروجين في حدود 43%. لو انا استخدمت الليكوفايد بتروليوم فول بروديوس مور سي او اند سي ذان سي ان جي ديو تو اتس هاير كاربون هيدروجين ريشيو. يبقى لو استخدمنا حتى الليكوفايد بتروليوم جاز ال ال بي جي، بلاقي نسبه انبعاثات السي او اكتر من انبعاثاته في حاله اللي هو الكومبريز ناتشورال جاز. النوكس فورمد از لوور فور ال بي جي فيول ذان سي ان جي، يبقى النوكس في حاله ال ال بي جي اقل من الكومبريز جاز. كمان الهيدروجين بروفد تو ا فيري جود فيول فور ريديوسينج ميشن سي او UHC and particulate matter. طبعا لو استخدمنا وقود زي الهيدروجين بيقلل نسب الكربون وبيقلل نسب ال UHC. لما نيجي نتكلم على مزايا وعيوب استخدام الوقود الغازي، يبقى advantages and disadvantages of gaseous fuel، بلاقي انه مزايا ال gaseous fuel more than 10 times lower PM emission. يبقى بلاقيه اقل او اكتر من 10 مرات اقل من في حاله البارتوكليت ماتر ايميشن. لور جاز سبولانت
of NOx, SOx, HC and CO. بلاقي انه الملوثات زي اكسيد النيتروجين واكسيد الكبريت واول اكسيد الكربون والاو اتش سي اقل في حاله استخدام اللي هو الجاسيوس فيول. بلاقي برضو لور سوت اند سموك فورميشن، انه بيكون تكون السوت والسموك بيكون اقل. وبعدين كمان بلاقي نقطه مهمه جدا اللي هو لور اوبريتنج نويز، بلاقي انه الضوضاء بتاعته اقل. طب ايه عيوب استخدام الوقود الغازي؟ اللي هو هايلي انفليمابل اند فاير هازاردز، انه عندي قابليته على الاشتعال ويمكن يؤدي الى الحرائق الخطره. هاي كوستلي ذان سوليد اور ليكويد فيول، طبعا بيؤدي الى ديكريز اوف انجن باور، الانجن باور بيكون اقل. وبعدين بيحتاج الى لارج ستورج تانكس فور ستورينج جاسيوس فيول. يمكن دي هي العيوب. فبنقول ان الخطوره بتاعته للبيئه ان هو بيكون قابل للاشتعال وممكن يؤدي الى حرائق، طبعا الكوست بتاعته عاليه. دي كلها عيوب من عيوب الوقود الغازي اذا قرن بالسوليد او الليكويد. يبقى احنا هنا في خلال هذا الفصل اللي اخذنا فيه كل هذه المحاضرات اتكلمنا على اهم الطرق المستخدمه في الكنترول emissions due to gaseous emissions، لان احنا قلنا عندنا التلوث بيبقى يا اما جازيوس ايميشنز يا اما بارتيكوليت ماتر. فاحنا كان الكونسنتريشن في المحاضرات السابقه كلها على الجازيوس ايميشنز، هاو تو كنترول جازيوس ايميشنز، ازاي اقلل نسبه الانبعاثات الغازيه. وان شاء الله باذن الله تعالى نستكمل الجزء الثاني من المحاضرات عندنا، وهو عمليه اللي هي البارتيكوليت ماترز، ازاي انا أتحكم فيها. وبإذن الله إن شاء الله في المحاضرة القادمة نستكمل محاضرات الصناعة وتلوث البيئة.